بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيب غول أفرطني كوبات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وحين كسوة جري فضلق أذكارت أيلي ذهي يحسك إلهي. وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما حلي رسولك هو جالس أوفدي في المسجد مسجد النبوة أوفدي والناس معه ذاتكنا إلا تشوغان ويهرها كفرين صحابة دينسي إذا أقبلا وحاسوا قابلوا حقا وضدك صوبحين ثلاثة نفرين صدح قف صدح الروح. فأقبل اثنان لبا سوقا بشو سوء هذا إلى رسول الله، أي إلى مجلس رسول الله، بمعنى إقبال كهوري، إقبال كهوري وحق وضده حق وضده كي ما دينوي كان لبادنا ونبي كسول لح دينوي. فأقبل اثنان لبا سوقا بشو كسول لح إلى رسول الله إلى مجلس رسول الله، وذهب واحد من نو سعود كبسكوتي فوقف لبدي صلى حتى يا وحيد الجوكسدين على رسول الله على مجلس رسول الله ما شو نبغي فديه بيسود الاستاجين. فأما أحدهما متكود فرأى وحو أرك فرجة مال بنام بأرك في الحلقة ورجع حلقة كبرنا حلقة وحكستوا له ورجيو أيال اللي ده تحدي سنا يبنا أنت هاي مركا صفك سأوى جار جران قرطة أبو ميل بنان كارك ماشي أبو فريستة فجلس فيها هل كبو بوح شيء. وأما الآخر كيلا بعد صومها فجلس خلفهم أي خلف الصفوف تدك جلاش هذي مسلمين تي جران قرطة ورجي سو ميلو كجلوا واي يا ميل بنان أبو فريست جلاش آدم بو إسك فريست. وأما الثالث كيسة حادث سعد كوري صومها سو فأدبر ودبتشي ذي ذاهبا حاله تغيسي واللغين أيه. فلما فرغ رسول الله هل كهوري فلما وقف على رسول الله الرواية حديث كولي وحاكوتي ميت موطن مالك الترمذي نسائي فلما وقف على رسول الله سلم مركي النبي سود الاشتاقين ويسلامين السلام عليك يا رسول الله بإيدادين مركا إنا السلامين صحيحان كما إيمانين لكن موطن مالك إيان نسائي الترمذي وحاوشا كتمت. وأما الثالث فأدبر ودبر تشيدي ذاهبا حاله تغيو دنتي سوء وضني. فلما فرغ رسول الله رسول كلا يمركو حديث كي يشاكدي وهي سحابة ودمي قال وحيري ألا أخبركم ما إذن كور رمو عن النفر الثلاث عن النفر الثلاثة صدح يقف حال الضوضي حكم كوض ما إذن شيوه. أما أحدهم متكود فأوى إلى الله إلهي بأصد ما حق الله سوء آذي فآواه الله إلي إلهي بأسونا سوء دوهي مجلسك رسولك يعلمك بأصد أنت سوء آذي إلهينا أسنوا سوء دوهي فآواه الله الله دمي إليه حق سوء دمي إلهي بأن حريسي أجر بدن أقوري عقابتي سي عذابك سنة كبد باديوي. وأما الآخر كيلا بات فاستحيا وحشوضي فاستحيا الله منه أصغنا الله كحشوضي ميشان مركو حبا أنت إن لا شيغو وحكا دوي لبضنين ويصوض على الليحدين صدح إنه وضضها يا أهاي مركا إلا سمي المسك النبي محمد يا ألبابك وينابا يارك النبي وفردية صحابتي إشاء الله سكرد فتي نينا سوء سعود كيسيبو وتي لو أنه وصول لحدنا من نبي إلا فريستين إن حلقة دي ماشي كد بنانايد ببوح شيء لأننا دور كاد دنبو فريست تدخل مركا إنت بضن وحيوقا تان مركا اللي جادا لأننا إلهي بقود دمي والله سورد ويني لأننا وحشوض وقداشا أو فريستي درت يدب حشوض لو يجم يوقا تان ما أصدا حديث كروايدي سكلا عدايسي مركا يصدح بي أهاي لأننا أصوه مركا أهريس ونبي قناه ببكو سيبو صول لحدا لأننا سعود كيسيبو وتي نين كان لباد أنا بقول له وح الشوذي وألنا واقح الشوذي وح يربوكي للسعودي وح يربوكي للسعودي. ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس مركو وح يرسعودي وح الشوذي والمد نين كان نبيك كور لحذية كان تجي أنت أذكر راعي لهيد عيب ويه نبيك كل حوري حشودك وهالكا حشودك وهالكا ويه وخش لي
nabiga ku soo fiirinaya saxaabadii la socon ninka giirka sii taagahaya buu ka xishooday, xishood buu u soo laabtay isagu, xishood baa soo celiyay. Xaafidkuna qaabkaas oo san u caddeeyey, riwaayada xaakim baana caddaynaysa. Wamada thani qaliilan, kii labaad wax yar buu socday waa xishooday, uma jaa fajalas, xishoodku waa halkaa. Sideeduba xalqada haddii ay buuxdo oo garaangurtu wareegsan tahay, gadaal baa laska fadhiista, hadday meel bannaan tahayna waa la buuxshaa, xishoodku meeshu ka yimid waa halkaa. saasuu nabigu labadaa saxaabi u kala duway. wa ama alaakharu ka labaad, waa ninkii intuu cabaar wax yar socday soo xishooday soo laabtay wey. fastaxyaa, wuxuu ka xishooday inuu nabiga dhaafo oo uu tago. fastaxya allaahu minhu, asaguna ilaahay baa ka xishooday ciqaabtiisii. wa ama alaakharu, kii socday socodka iska wata soo ma aha. fa acrada, ilaahay buu ka jeedsaday. fa acrada allaahu canhu, asna allah ka jeedsaday. ilaahay daacadiisii iyo khayrkiisa buu ka jeestay, asaguna rabbi baa ka jeesisay inuu u naxariisto ama uu sawaabiyo. muttafaqun calayh, xadiidku xadiid culus weeye. alimaam albukhaari wuxuu ku keenay xadiidka kitaabulcilmi, kitaabulcilmi buu ku keenaa xadiidka. marka u horeysaba wuxuuna u jeedaa xilqadan laga hadlayo waa majaalis dikri, waa meelaha lagu baranayo kitaabka iyo sunnada iyo arrimaha diimeed. abu cabdillahi albukhaari uu ka wadaa, ee meelaha lagu wardiyo keliya ma aha, saasuu leh. waxaa kaloo ku jira xadiidka ninkii rasuulka ka xishooda allow ka xishooday, ninkii rasuulka ka jeesadana allow ka jeesaday. waxaa kaloo meesha ku jirta, meesha nabigu wuxuu ku hayay hawl culus oo diimeed buu ku hayay, ninkii ka tegay naar buu mutay. fa acrada allahu canhu, ninkii xishooday ee yidhi ma rasuulka dhaafaysa allah ka xishooday, ninkii aan marka horeba baltamin ee isla markiiba soo leexdayna ninka kale waxbuu dheeraaday. faawaa ila allahi faawaahu allahu ilay, ninkaasaa darajo dheer, ninkan waa yar hashkadeeyo xoogow, xishood buu la soo laabtay, xishoodka wanaagsanaana weeye. xishoodka wanaagsan waa midka xumaha kaa hor istaaga, wanaagana kugu caraabiya. waxaa kaloo ku jira dadka ahlulmacaasiga ah ee kabaa'irta la jahara, in mararka qaarkood la sheegi karo fardi fardi, iyagoo markaa la doonayo ummadda in looga digo xumaantooda. laakiin waxaa sharta inay macsiyada muujistaan, inay qarsadaan. hadday qarsadaan lama ogolo in la ceebeeyo oo la dabagalo. waa satur ahli macaasi waa laazim. ee kuwa ahlu kabaa'irka ah ee xaggana mujaahiriinta la bariidhaya macsiyadii bannaanka soo dhiganaya, siduu nabiga u taabtay nimanka, niman la yaqaana way saddexa, laba nin wuu ammaanay, ninna xunkiisiibuu nabigu sheegay. waa la wada garanaya, maxaa yeelay nebi maxamed oo soo dhowrahay oo diin haya, ninka aayar baalka ku jiiday waa nin aad iyo aad u liita, soo ma ilaahay bacdu aan cimi munaafiq baabay dhawadaa dhahel bad waxay dhahay ninkaasi munaafiq buu ahaa, ma xishoonin, ma soo dumin, saasuu nabigu u sheegay. lilmaslaxa loo sheegaa mararka qaarkood mujaahiriinta, laakiin asalku dadka ahlu iimaanka muslimiinta ah, munaafiq iyo faasiq iyo wuxuu dhanba axkaamu dunya in la astura asala, inuu xukun ku tacalluqa khaas ah ama ay yihiin mujaahiriin bilkabaa'ir yihiin mooye. idan taas waxay marka xadiidku tusahayaa fadliga uu leeyahay inaad fadhiisatood ka qayb gasho meelaha cilmiga diiniga lagu baranayo ama ilaahay lagu xusahayo. wacan abi saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu qaala kharaja mucaawiyatu, mucaawiya ku soo baxay calaa xalqatin fi lmasjid, xalqad xalqadaha de masjid nabi maxamedna xalqad dikri cilmi bay ahayd, taxdiid iyo riwaayo iyo tafsiir baa lagu baran jiray. calaa xalqatin, xalquu ku soo baxay iyo goobo fi lmasjidi ku taallo masaajidka lagu hayo. faqaala, wuxuu ihi maa ajlasakum, maxaa idin fadhiisiyey, saxaabay halkan u fadhidaan maanta iyo taabiciinta la fadhiyey. qaaluu, waxay dhihi jalasna nadkuru llah, waanu fadhiisannay ilaahay inaan xusno darteed, xus allan u fadhina. qaala, wuxuu ihi saxaabiga, allaahuma ajlasakum ilaa daaka, ilaahay baa idinku dhaarshaye, ma dikri keliya baad u fadhiisteen halkaa, wadankana maladiin. qaaluu, waxay dhihi maa ajlasna ilaa daaka, nama fadhiisanay waxaan dikri ilaahay ka ahay. qaala, wuxuu ihi amaa innii, kolley anugu, lam astaxlifkum, idima dhaarsanin, tuhmatan lakum, tuhna idin tuunsana, inaad been sheegaysaan idinkuma tuunsani, dhaartan iyo dhaariyan macno kale ay leedahay. wamaa kaana axadun aadamana, ma jirin bimanzilati min rasuulillah, oo darajada nabiga aan ka joogay oo aqallo yar canhu xaggiisa, xadiidan minnii, nabiga xadiis laga wariyay. wuxuu ihi nabi maxamed axad iga dhowaa oo xaggana iga xadiid yar ma jiro yidhi. de nabigu ha dhan waa ka ilmo adeer, dhannahe waa seedigii mar waa kaatib waxii wax ka qori jiray, aad buu nabiga ugu dhowaa.
مركه وحول وما كان احد احد مجر بمنزلتي اي برتبه من رسول الله ودرجه النبي ان كجوغو اقل كان اقل مدير حديثا مني اي حديث عن رسول الله ودواشي انا ugu dhawa iyo hadith yaraanta isma keenayso hasa ahate waxaan nabe ka maqlaan idin sheegaya way ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصوبه على حلقه من اصحابه رسول كليبا و خو صوبحي فدي صحابدي سمسات كلا فديا فقال وحور ما اجلسكم امام ملك لبا فديا ما اجلسكم حيد فديسي قالوا حين صحابته جلسنا نذكر الله وان فديسنا الى حسن حسن درت ونحمده انكم هدنا ونحمده عفوا انكم هدنا على ما هدانا للاسلام هارون انتم اسلام كنغه هنونيه او نوافجيه الى حين او مهنقنا فدينا ونع حقنا ان حسنه ومن نبيه نقوم من نيست علينا دشدو اسلام كا وحيله نقوم من نيست او نعمه ايمان يا اسلام نما ان الله او مهنقنا حقنا ان حسنان وفدينا نبي الله قال سبحانه وحوله الله ما اجلسكم الا ذاك الهي بان كو دارشي ذكر الهي وحان كاين ادما فريسن ميا قالوا وحيدن الله ما اجلسنا ما اجلسنا الا ذاك نما فريسن وحان ذكر الهي حسك اهين يا مهنق يا شكر قال سبحانه وحوله اما اني وسيدي عمرك معاوية حديث النبي محمد ومتلا يا إيه مركو صحاب الله لي صاحبتي أما إني لم أستحلفكم إذا مر أرسلني بصوبان ويري تهمة لكم درين أن كقوى برنتني بنتنا ولكن أسيش ولكن أسيش أتاني وحيي من جبريل جبريل بأي مرة فأخبرنا وحيي أن الله أي بوين يباهي بكم إن يكون فانتم الملائكة ملائكة إذا يكون قوسنا أيوه إلى أن ملائكتكم إيه هذا إذا كلمة مياد موسى وحي عابد أضومي يعني يقول حرانا يا رب النما إيا إلى هالنما إيا أمسن أضومو شهوة إيا شهوات له إيا شبهات بقى يقول حرانا الشيطان يا بلايانا إلى بايان إيا النف أيا هل فرديو أني أحس هيا إن الله يبوينا يباهي يفاخر بأصل كيدو تهي مركض حقوق أضوم مالك هذا يا شرفت هذا مقع هذا يرمى هذه سيدتك أقول قوسين يسام مباهات كأسل كسل هذا ايغا وي الهي با قورن هاي مسلمين تام بو امان هاي على بل ايغا ملائكه كلين ما هي الضما يا حسين با وا جيران ايغا يباهي بكم وحو ربي دين كو فانتم يا وي ربي دين كو قوسن يا الملائكه دولتوس با رب قوسمين يا ملائكه تاي و ما دام اي الهي عديعان ومن رئيس عاشي ذكر رئيس كدال ليل النهار الضما كلا جيران الهي اوغادا روح مسلم اذا الحديث كان وحو تلمامي فديادة علم دين تلوغو هايو أما الله لوغو حصا هايو كقيب قل كودو إلهي بإنو خرال لكي يهو جعليا إلهي قادو ملائك تيسي قيمها بانايد إنو يلاهدو بل إسكا إيغا أدوما داس نواجراني بابو ذكري عند الصباح والمساء وحبابي حسيد رب اللي حسواغو مركو بريه قبلكو مركو دعو نزدن بلا قادو قال الله تبارك وتعالى واذكر ربك هبين دويد بين صمر ايات في ليا واذكر ربك ربك حسن ما الله في نفسك قوني اهانت احس اما قلبك كحس لبدو قال يا غار اهان ربك احس اما قلبك كحس عرب كل جيرو تضرعا الله اسبهان بهن يا الهي ودلوبيا تضرعا واذا كفسره عودك كرو قاديه محايه له وحا لغه هركني لين خيفه تضرعا عود لما قلي كرو وخيفه مد هوس وان كل وحان كلا سو مره انو سن تضرع و مقابله ان لا فيرين لا اذا تضرع و ربي خشوع اي سو دلينيا وخيفه حقنا كعب سنيا عب سنه ربي كعب سنيس يو هوغان سنه ربي او هوغان سمي سو دلوبيس لا دون با تاهي ربي او خص ودون الجهر من القول كحس وي ربي دون الجهر من القول خدان اد ديرين خدان او ديرين قولي هان دنبه قولي هان اورن ما تضرع و عودك لما قليه خيفة وكه سيرت كوه ودون الجهر وحيليه وواسطة ودحيس عدير وآد لو مقلها ييو ميدا دوغس نيكو كوغدو مقلها ييو يمن نفط هذا مقشين صدح لا وي يداه نفط هذا ميدك مقشين وخيفة وي ميدك الروح كوغدو وكو مقلها يانا تضرعا وي تضرعا ودون الجهر من القولة ودحدحاتك تضرع لو فسرها هي ولكن تضرع وعودك آد ودير تضرع وعودك آد ودير مركه قال لي قرأ النبي لا جهر سوما القران بلا لا جهر وخطبه جرت ذكر الله وحصه ودون الجهر وواسطه بين بينك انت ابو تفسير والله شيغا المهم واه مخاي ربك حسن ما الله ادو سبحان بهن ودلوبيه حقنا كعبسنيه كون حس عود
أن أضو ديرين بالغدو أرورتي ولا صالي قلبه ولا تكن هنغن من الغافلين علماء البيان وحيد هذان لا تغفل إن لقوا هذا يلا تفعل يددك أسيها كمد نقون وحاحل دير ددك أسيها كمد نقون قل يحن بعد ميل توريسا وحالي كواس حقو درماني هبلو حمان هاسمين وحاك حل دير هبلو بين هشيغن هبلو حق إسلام هردعن وحاك حل دير كو حقوق بن آدم كبنا يستها كمد نقون بين الياش حقو درماني حقو بيرن باك حل دير ولا تكون من الغافلين ساس الله قال أهل اللغة وحيدة ذلك عربية يقانا الأصل جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب وحيلة قولها هي عصر هي مغرب أصيل كلا إلى هذا وقال تعالى وحكى ربي يلي فاصبر نبي الله أطل القاضي أقك على ما يقولون قال الله حكاشة كان حد قذبة اسكت القاضي وصاحري ومجنون وكان إيه وصبح بحمد ربك وصبح إلهي وينيه مع حمد ربك الله كم هذني إلهي وينه ونزه وقدس وطهر وحماها كتكور الله ولي بما هذني قبل طلوع الشمس قرح انت الصبح انكور صاد الصبح ايو وقبل غروب انت سندعون عصرك وقال تعالى وصبح بحمد ربك بالعشي والابكار إلهي وينه ونزه وقدس بحمد ربك مع حمد ربك الله ربك ما هذني حق ان ما هذني بالعشي نسك الذنبيه والابكار والإبكار أرورتي نسكه هوري قال اللغة الوحيدة العشي ما بين زوال الشمس وغروب وقول أقاشك إلى دور قول باكجر ومن قول قول عانا إن عشي الليلة ما بين زوال الشمس وغروبها ظهر لقب الله إلى أي كرد عضو أي الليلة هذا عشي قل يوحي لما ظهر لقب الله إلى وحاوي هبين كالبركي سنوال الليلة هذا قل يا عصر كإله بين كلبركي سيكت الماء إلى أفر قول بالك لي يا ابن الله أو نسى ثم بالوجه هذا وقال تعالى إلى وحي ليوك لفي بيوت قريو أذن الله رب أو إذ مي أما أو فصحي أما أو أمري لأنه أذن دي المركة قريها اللي شيء يقول بيكو حرانتا هذه قريها مساجد المسلمين تلقى وضو أذن أمري نقونيس أمرا بيكا guriyahaani hadii laga wado buul suufiyadkii sawmacaadka ay nasaaradu ruubaantu dhisan jireen adina sida lagu deynaya ilaahay baa qadaray wa qada wa hakama min jihati al amr al kawni al idn al kawni al qadari wa macnuhu waxa weey qulihi nasaare ruubaanta ay duurgalka ahaa ee waliba sham iyo ciraaq ka tirsan ay carabti nasaarowday iyo kuwa kale قريش ما كيس سفران بإمر يجري قوية دادير كر كلاس إيميل أنت حردان بإيميل كدقي يجري أما قو دشي ببول يركض السنة هيا ورجع أما شميتا أما جيدا مالهم ماشي كسر رئيسه سيدات كوجا فجدان أدم أنا أوجا عن شدة ودي يدب كوجا ليرادان بهل كاسي كو إلهي كو حسو يجري ورب كو عابد يجري مركا أذينا مركاسي قضاء بين قريش إن صوم عادي مسايد يرير أقليه الرهبانتها أي إقرئي قوي دشوت كفرتان هل كان يكع عابدان وإذن يقضر بوي هذه بيوتنا المسايد أي تاينا وأمراء رفع ونوى كيم معنوك هي تعظيم كأو هذه لكن أن الآن رهن بيوتنا وصوم عادك يمعابد النصارى رفع ورفع ونقونا يحسئة حيا المال مش كسر رئيسة أي كدي سنجرين بول سوفيوت كي سوفيوت كي دوات فانتين بيلات في بيوت قريو قدوهد أذن الله ربه أمري أن ترفع إن لوينيو إن لحرميو إن لقدريو إن لكريالو حق حرمضة يقدر انت تاس ومر كان مره مسايدة أن كدقنو في بيوت قريو قدوهد أذن الله ربه إلهي أقلاضي أن ترفع ميل كورا إن لدقيو ميل كورا لقدسو ويذكر الحصى فيها قديه اسمه إله مجعسا لوحصى يسبح له رب وحكون زوكو وين فيها في البيوت بالغدو والآصال نسوري نس دنببا رجال رك رجال وحلو يدينا وحوي تفسير ك وحقولوا يا إن بيوضع لغفة سر صومعاتك لأنه صياغة كتوسعي محايا لي وحي دور قال كن قنش رأي ما لها معبد كده قنش رأي كده سنجر رقم بيعاية ضمر شغلكم الله هذه لوجه المساجد إني لوجه ذو رجع دمر با
مساجد إلهي وكحوسان مركا رجال رقبا كحوس إلهي حسحلي يداس يميلها سرسري لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حول وما إلا نمان كاس نمان الله أقو آي أو إلهي سدي بي أو بنادن كسوف فقادي وهلكا كحر حرم بأهاي فينوصي الله بدل انت الشيطان ما لاسك تشوق جيرين عربتنا ما كيبين غوران هيانو دومان بي وبحسن جيرين افتينك يا غبايه بدل بك تريه لا تليهم ايسا كم مشقوين تجاره ولا بيع عن ذكر الله محل شاهد كواس محل الله امانه مركا ايدا اه انت الربان تا ميلها دغين دكا كغواي بقول كي با 90 بدن كود نيمان صوبونو انجيل ان لا بدل هيساي اهي نبي محمد نسوغيا الهي كلي عابده انا لا اشريك يلين بأبط نايين واجد دنبات تحريف كجيمت أما إنجيل لبدلة وحي كبط نايين وتحريف كل أحياء لما قالوين كي يودا دها شوغا نمان كان دور كالقلي ونمان كعرري فساد كجيمت ديني دي الفكرية كجيمت النصارى عامة دي علومة دي دح شوغ تيبا وكاسي كبن شوغا يبن دور كالقلي صادرت بدن كود وي في عنايين سأسأل الله أمانية قيبها في عين النصارى القرآن كم أمانة يكبر أنت هاي يكبر أنت القرآن واجد دم بمر كدعونا محمد قادينا إن وا إسلام تي إن معاندي من غير واقع له بين معايا لأنك هلك كحرم وحور وهلية مشرا هرق له حتى دم بالك لوصل دري مجاري طرق كحرم بنادنا ما سودجو هدي أي سفر يا مرت صوم مران وحو هيو انتو دلو اغسور دحرق دير بوكسينيا حتى اسود دغي ماي حي دير بوكسينيا بيها علابتا هدو ما كاي تاغان ددكو تاغان با اسو انتو جيران جيران كو دغو يو خيسا اورسونا ميش سو نوقوناي بنادن ساس اسكو اهي وتي سيدنا ابو بكر الدردار ان كبخي صحابه دولي سي مكي شام اي عراق يلا بلابي فرودود والله الله صحابه نيمان كاس اسكي عليه بو نينكي ابد رودا مويين فرحه قاد ايغي بو قيدي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وقال تعالى ربنا انا سخرنا الجبال وحان بوريه بان نسخره افضل معه مع ابي داود يسبحنا بالعشي والاشقراق نبي الله داود وحلو افضل اني قويه يبوره الهي لحسان بالعشي نسك الضمية ولا شراق نسك الرتبة وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اذا ذكر الله وان لسكو قطغوي وان لو حسن ربي ما قديبه بوره لو كالميه يا قويه يا جيده نبي الله داود بني ادم كونو اسكال ميستو الى حسكي سوكال ميستي دين كبرشديس ومن باب الاولى ابو شيخ الرباصاص وايضا كان في لي وعن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح نينك الى حل غوغو بريو وحين يمسي مركو غلبيسن يا سبحان الله وبحمده 100 مره بقول شير نينك الى لم ياتي لم يما احد ادم يوم القيامه مالك اخر بافضل وحك قيمه بدن مما جاء به وحليم ذكري يا تصبيح يا تحميد كابرنا أديك أحد لا إيمان كرم متشرو اللهم إن لقابض يمه إلا أحد روح مين قال يلي مثل قال مثل ما قال وزاد إلا أحد آدم مين قال يلي مثل ما قال أنت بقولك إنك يلي أن هذا اسم مثل قنيس أو زاد ما كابدي لكن إلهي نزيد لكم هادنتي وحكفي عن متشرو سبحان الله وبحمده رواه مسلم ذكري والبها ديدتك وكلا قيبو توحيد تعالى وين صوم مرة سوين قولون يا لا حول ولا قوة وين صوم مرة أما التحميد والتصبيح وحاولوا كلا بدين هاي وين ولا بنت وكلايمات هذا بقول ترى هذا وحفظ أنت سبحان الله وبحمد 100 مرة حكوا قال 8 دقيقة سوى كير طيب وعشان دقيقة 100 مرة بركة المالك كون أخر إذا محمد مودة أما الله كون هذا أخذه وعنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبى النبي يمد فقال وحول يا رسول الله رسول كلاه يوم ما لقيت من عقرب لدغتني البارحه نبى النبي يمد على هي وحول صحابي ما لقيت من عقرب لدغتني ما لقيت من عقرب ان قال لهم حان كلو كلمي بوري لحق وي حنون لدغتني البارحه على اقنينتي ان قال لي اما دب قلع اما هران حاكه ولا يدادا يا إن قال لهم أو تغنى زومة هران قل يا هذا دب قلعنا قل يا هذا معاك علي يا على لو مد وينو إن قال لها كم مد ويه ما عبوني أما
الله ومتك أبي صلى الله عليه امتحان كوي مدو يا إيش العقرب عندكم ما تعرف خير إن شاء الله صحابي يقول النبي الله محان حنون كلا كل ما يلحو حاله إن قرلا يقنيني بوصوبنا كجيري فقال النبي يقول يجري بارحده هبين كتجيب على إذا ذا أما لو قلت هذا أوران الله حين أمسيت مركي أدو قلب إيساتي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك كمرني بين رواه مسلم قبل كمركو كودعي أما عصر لقاري أما الظهر لقاري يا لم تضرك ميا لم يضرك ميا يا أخي أعوذ وحان مغنقل يا بكلمات الله إلهي وريه التامات دمائس كدراء حق عدلك حكمة إيا صدق قبل محان كم مغنقل من شر ما خلق وحو أبو ري شركي سي لين قال له وأما خلق لبكي سي قنيدي سي صيردك صير هنا وشروي لم تضرك كمدبتين لا تغدي سو أما عقرب كمدبين يعني كما سو قارين وي رواه مسلم إذن كلمات تامات ككلمات كاينة الكلمات الكونية بلو بدنيا الكلمات الكونية القدرية وي أمرك إلهي وحد دعي صوصك ما حكمه الكلمات الشرعية معه الكلمات الشرعية وحلوية قالنا هذا الكلاهي كصاب سن تحليل يا التحريم يا أمر يا النهي يا وعيد يا وعد كلمات يعني الكلمات الدينية أو التشريعية تاسيوا بن آدم وحي سمعين لها يا كلمات شرعية يا أمر دينية لا إذا أما كلمات ككوني أو حلقة وضع أمر كإله دونك وكم معمولين لما شذا جيريدا وحد عاية مصائبته وحد الرفعين هاي أمر ربي سوكم صعدا كلمة ربي وين إنه بالك عشندو سو حمارتو سو جرجرت تك وكاسي أمر بكو صعدا كلمة الله كو صعدا هدي إلهي عسكن الله يدنا إلهي بكاتو جن لها أسماء إلهي يا آثار تيلا يا دونك كو صعدا سي سبا اسم والبو إلهي ليه مقع صفة صفة كلا زنت صفة والبنا آثار بمخلوقات كلها ده صفة كستا مقع بيلها ده صفات كذاتي لأن أجنا ولبا فعل والبصفة كمان لازمته مقعنا كمان لازمه لكن مك إلهي لقى الله سبحانه وتعالى لكن مقع أسماء إلهي صفات بيكت ماذا صفات كنا أحكام بيلها أحكام بيلها إلهي إن الرحمن تراهو ومقع إيسي الرحمن وصفة أم واحد مصدر كوتقاني إلهي إنه أن حريزته أنك ومسلمين تقولنا حريزته وضعفة تقولنا حريزته وحتى قالوا تقولنا حريزته لأدونك أن يكسوا إنه ولادان وروب الله سيه وعافم الله سيه أن حريز لفتر كيادا أنت إنه ليهين وآثار الصفة ليدا وراتك الصفة أي كجدت قيسه مخلوقاتك يو أنك مركب وحي إنه كسوا عنه واسم إلهي الصفة هي الصفة ربي هي الصفة وحي رات كذي كدلنا يوي الكلمات هنا وحلوجد الكلمات الكونية القدرية تصريف ك يتدبير كمخلوقات كاللوجي إذا بأمر الله يقص على يا عاتري وصفة إلهي لما انقلوا يا إلهي بل لما انقلوا يا إلهي بعد ما قال يسا وحنا كبر يسا صفات كيسا أعوذ بكلمات الله التامات صفات كل قد من الله بريك را إله يو ما قاعد عن عسك ذا يو نحريست إلهي إن نحريس وسمك للدول إله يسون نحريس ملا صفة الرحمة بريك رتا إسكت يا صفة الرحمة ارحمنا ذا ترى كور وكفر بالله سكي الالي وكفر لقد ذا ترى الله وحن كبر يا علم هذا قدرة هذا وحن منقل يا كلام كذا كم منقل يا كلمات الكون كم منقل يا حوي وتوحيد التوحيد ولي بصفات كذا تجا يا سبيوي ها سبيوي
وكل دوي وعنه عينه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح نبغي حورن جري مركوا بريست اللهم بك أصبحنا إله أود هذا يا أمر كذا كوا بريسني وبك بقوتك وأمرك يا يعني أمسينا كوا بريسنا أما نحريست هذه النعمة هذا دنع وبك نحيا أذان كونا الله وبك نموت أمر كذي أود هذا نقول لمن إن هذا نصحنا يدي أي نقدر ارتبع وإليك لا إلى غيرك النشور وإليك ما دام الهرمري جرى مجورك أما ظرفك أما معمولك وحاله جدا تخصيص يا قصرين وفائده أدوك حق هذا بالون نقول ملكا ولون نقول عفوا وإليك النشور صوبح أنت آخر لقى صوبح قبورت أما هرد لقى صوبح كعبة حق هذا آتو وإذا أمسى مركو قلبا يستعصر وقارنا قال النبي حورنا اللهم بك أمسينا الله أود أن قلبا يسني وبك النحيا أود أن كنا الله وبك نموت بقوتك وأمرك نكو لمنعنا وإليك النشور أنت أمبو وإليك المصير بنا ما شاء الله ربنا نقط ما هاي ذي لقيتك هاي النشور بقى يقرأ وخطأ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وإليك المصير بأحاديثه شكر راعين من روى لصوب حياي توسيد استيقاتك يا نشور يا بعث لقمة تليا سيحشد إي هردد الله قالنا دمشد إي قريد لقمة تليا وعنه وإليك المصير نقط كي الله بشرنا حق دوي إذا مرك بعثي يا قريبة نشري يا حشري يا دمشبه الله وضع إسكالوي سيدنا النبي يقول لك دوال يحفظ دوال يغني حسوم اسمك الله قبرت إلى تا وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال أخيارك خيارك أمد وحيري يا رسول الله رسولك إله مرني إفر بكلمات ويرو أقولهن أن رهن كد عيسو إذا أصبحت مركان وبريستو وإذا أمسيت مركان قلبيستو قال سبحانه وتعالى قل وحات هذا اللهم فاطر السماوات والأرض الله عرر أبو ريو عررك يرولك أبو ريو فاطر كوا بلابه أنكها شيء أنك أي بلابه مبدع مخترع على هذا عالم الغيب وحمقنا لها أقو والشهات وحمقضبا غيبك وحي ما غاب عن الحواس حواس الشنطة وحي كم قنبا غيبك اللي هذا شهادنا وحي مرك حواس الشنطة مثل كم يدلو أرك خاصة أرقو كلي أيا اللي هذا رب كل شيء شيء كاسترب جيسيو وحو البوه دي مخلوق الله وربه ومليكه ومالكه أله لهايو ملك علينا سومر إني ملك نقطي مالك بنقطه ورب كل شيء رب كل شيء ومليكه ومليك كل شيء ومالك كل شيء مالك يوم الدين قيامه يا آخر يا أدون يا إف يا بن آدم وحرم الله بقر الله إسكاله مرك فعيل بمعنى فاعل مرك نقول إسحاق يا دقاب كالورد أشهد وحنقر يا الله إله إلا أنت أعوذ بك أذانكم مجنجلة الله محن كام مجنجلة من شر نفسي نفط إذا شر كذا كام مجنجلة نفط إذا أشر بدنا دوكو آفين وشر الشيطان الشيطان شركي بان كام مجنجلة يو شركه أسرق قال لي مديس إنه شركي يقرده قال لي مو إنه يقرده وشركه هنا والله آخرية وهذا دنا الرجحة ولبا وشركه يشبك شركته مركوا حركها لقوا قارصدة الله داريو طب النظر لقوله يا شرك الله إلى هذا نينك أغارسنا يا أما قبرارنا يا سقارة يا حوش يا حيوها النوع عاص يا بعيد كي حركو قداد يا شرك الله إلى هذا في لوينك الله داد يا شرك يا إذا شيطان كم حمد دادين حركو قدادين يا وهو غارسنا إذا كم ملايك وضو غارستان شمبرا حركات كو قبطان وحيوها وكلاوسا ون قدادتان نفط شيء بن آدم ك صاحب ذا قرابة ذا حاسس كعرورتا عوصا خوكو دادين خوكو في الدنيا مالهم بلغاسو قيري وحركيس إلى كابد دادين مويد وشر الشيطان الشيطان شركي بان كان من قال يا إيه وشركه طب الندي سحركها وداد سن وشركه قال لما دي سونا قال لما يقول هذا مرنا وإضافة محضة ومركز شرك آخر ده مرنا ومصدر مضاف لفاعله كل الدوين لبدا معنى كان نقنية شرك يا ذات رانا ومسلم مضاف لفاعله وريح شرك كبير دي وي مركا شرك ترادنا واضافه محض سقى حركة الاضافي لو تيري قال وحور النبي قلها وحات الدعاء ايضا ابن قيم وحور رجحائي ودبدا شرك رجحا وشركه
شركي بس وقال يا حركة شيطان قدات فن يفيلينك قدات فن دتك وكو قبنا بدعوك وكو قبنا قال لهم وكو قبنا معصيك وردي وحركة فربضان شركي بس أنا قول له شيء ما يكون احتراب إليه هذا وحنا نسكوها يا حركة وعلى سكوها دم ملا قلها وحتى إذا أصبحت مركز وبرزده وإذا أمسيت مركز قال بجد كدو عش دعاء وإذا أخذت مضجعك عفوا مركز سيحانا نيسانا قوش مركز تأخري مركز قال بجد تأخري وأقوم كوكبري أخري رواه داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي الله نبي الله وحوها إذا أمسى هطوق قال بجد عصر لجاره مصاغ هذا والسكوها جاي وحي بعد العصر لو جاره بوال تكرت والله أخري كره يحسقوني بعد المغرب شاعوا أي سندين نصوص بعد المغرب أي سندين عصر بهديل قالوا والله أخري كره وإذا دو حدا ما يع بعضور والله أخري كره إذا أمسى هذو قالوا يستوحون رجل قال أمسينا وانو قالوا يسني وأمس الملك لله بقرتوي يلا هنشنا يا مامولنا الله وقالوا يستي والحمد لله الله ما هتصن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله حق لقوع أبو مساك أهين مجره وحلو ذاك عبادة إمام الكنة مجره قال الراوي والزبيد راوي قاس زبيد أي يا لوجي ذا قل يا شراح ذا وحيدا راوي قاس كانوا هبل نوهب نقول إن مسلم الله الله بتاكو كفر دي وقول الله بتصحيح مسلم رقم قد قسي كفير وذات زبيد لي روى عن إبراهيم السويد النخع عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود ويا حديثكو مركنينك راوي لفظي كان شيغي وزبيد حسن عبيد الله بانا كقاضني وورني زبيد بايي كورن جرم قعد كورني لف وداني اراه حان ملين يا اما اراه نبي حان فيلها يا قال انه يري فيهن دعوين كن وقدر غودهودا له الملك وله الحمد لا اله الا الله وحده لا شريك له نبكم غاب سنينه له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير بقدر يقول ربي ربي جيو اسالك وحانك ويدين انها دوان سومر مرين تفسير كود ان بدن مركواس كدول مرهيا ربي 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 واسالك وحانك ويديسن خيرا ما في هذه الليله حبين كان اسي قبل كي سو دعاي وخي خير كو جيران كو ويديستي وخيرا ما بعدها وخي كدنبيا خير كيسان كو ويديس حبين كان لواغا كبري وا خير الله وي قدغ وي واعوذ بك وحانك امان غلاديك من شر ما في هذه الليله حبين كان وخي شر كو دحجيره وشر ما بعدها اي وخي كدنبيا رب الرب أعوذ بك وحان كامان قال من الكسل وهسي أن عبادة إضاعتك كوهسده أذوق منكر ولا إمنكر أود حق عافماتك يحوق يتكوه سني سعى كشيء ديسا وحان كلام كامان قال وسوء الكبر أن تتبان كامان قال وين إذا أشدانتي وين إذا تلوحن اللي دتي لف يلد بعيد تجاهيا عقل وتجاهيا وسوء الكبر ووين إذا تلوحن وذا وسوء الكبر بينه وسوء الكبر كبر ككيس حن كبر محايل كبر هو ناقصن باجرو بنان وين سومر هذا كور سمجرو كبر هو ناقصن باجرو حسد لو قلي هاي باجرو من حارانا باجرو ميل قوني وامر كقالا لو كبر هايو لاسقاط قالو مرتدين تي كفارت محاربين تي ايو كو اله النعي ان مرق لو مرقبنا يستو محايل عزة يا شرف لو موجود اسبهان بينو ضعيف اسكدين وهي كبر ككبر وناقصن وي خيلا ونكسن رب اعوذ بك اذا نبي وكل دو سمارت مروح كدغ الله كما قال وهسي يا عجز ادو اود باله ان عبادتك عجزت يا طاعاتك وحكل وخما قال وسوء الكبر والكبر نويتمت لبد ولا ودا شيغا كبر كي حمايه وحان كما قال اي ويندا روح اساس قهي وعن تتبه يحبسن كلا جرمي ده مركا وحاوي عليس بطلت كقطع وحاض إلهنا مع عبده يصير مسح هذا واتكتي فراش كان بطل الله ربي ربي وأعوذ بك وحكمك من عذاب في النار عذاب توينت وللتفخيم والتهويل إلى وحكم من قال عذاب الأسكوع عذاب النار اللي يسقليه عذاب بأن وعذاب في القبر يا عذاب وين قبر الأسكوع عذاب سؤاله سي نبكي سكالي وإذا أصبح قال ذلك أيضا مركو بريستان نبكو سيدا سؤرن جري أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على ديريد بن نبي أخرج رواه مسلم عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة قال قال لي رسول الله رسولك لا يقول لي اقرأ وحاد أخر ذا قل هو الله أحد آخري والمعوذتين معوذتين عفوا
labada ruux ama gangalisa hadduu akhriyo oo suuratul falaq iyo suuratul naas ah akhri goorma xiina tumsi markaad galabaysato iyo waxiina tusbax markuu waagu kuu baryo thalaatha maraatin saddex jeer akhri takfiika waxay kaaga filaan min kulli shayin shay kastoo adkaayo qur-aanka la ah qur-aanka iyo adkaar kaloo adkaar kastoo akhrin lahayd ood cuskan lahayd bay kaaga filanta ama takfiika min kulli shay dhib walba oon rabbi habeenka kuu qadarin bay kaaga filantahay maxaa yeele markii ilaahay wax kula maago waxaa weeye in lagu halmaansiya laga yaaba xadiidkaas horenu soo maray xadiidka horen soo maray iyo xadiidka dambe ilaman doonaba markii ay wadaaddu ka hadlaaye ayay hawshaa ku sheegay maxaa yeelay markii ilaahay uu rabo wuxuu qadaray inuu fuliyo shardigii uu qadarkaa lagu joojin lahaa baad ka ilduufi waad hafi markaasay hawsha kugu habsanaysa takfiika min kulli shayin shay walba dhibkiisa ilaahay kaa xaslan ayaa kaa qabanaya ama adkaartii iyo xirsi xidhki intaasaa kaaga filan wey rawahu daawud tirmidi qaala xadiidun xasanun saxiix وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحيي ما من عبد أظن مشره مسلم أه يقول أرني في صباح كل يوم ومساء كل ليلة أظن مشره يدا هذا في صباح كل يوم ما نو البوابر كيسة يوم مساء كل ليلة يهبين كستا قلب كيسة يدا هذا بسم الله ما قال إلهي بارحس كذي الذي الله لا يضر رؤوسا دبين مع اسمه مقعيس لجيران كيس شيء وحق دبك رؤوسا جرين مقع إله من عسكذا يروح عسكذا وحق دبك رؤوسا جرين في الأرض بلوك قديه سي ولا في السماء عركبا وهو السميع العليم اللهنا وحلا تلمين الله يزمضا قرن وهو الله حاوي السميع الله مغل كبدا الدوميس مغل باهيد ودبك وذا العليم عقال كبدا ثلاث مرات صدع جرنك إلى هذا إلا هدو أدون كاتشيرو سيدا يري مساء كل ليلة يا صباح كل يوم دعاء آخرية لم يضرهم مرد بشيء وحمرد به وحد بما متشيرو حديثك وحاوري أبان بن عثمان صحابي بن عثمان أو الكيسا كورية أبان بن عثمان من عفان بحديث كورية أبان واجد دمبي حنون كان واجد فالج كل أورنجري فالج كل أورنجري هذا نقول استروق هذا تقارن dhinaca dhiigga kugu dhufanaya ku qalalayso ma taqaanan maxaa la yidhahda soo istroog maahay mise waxaa la yidhahdaa xanuunkaasaa ku dhuftay abaan isagoo dhinacan uu qalalan yahay yuu xadiidka u sheegay taabici kale u wariyey taabici xadiidkii qabanaya wuxuu arkaa xaggana dhinaciisa fiirinhaya ila xadiidku muxuu yidhi galab walba iyo aruurba ducada ninkii akhriyaa wax ku dhacahaya ma jiro dhibaata abuu xadiidku leeyahay wadaadkii sheegahay warinhayana dhinaca qalalanba markaa saas u fiiriyey wuxuu ku yidhi waxba haya fiirinide habeenka istroog ugu dhufanhaya ducada waama hilmaamay u wuu dareemaa mogta ruuxa soo kula hadlin baad dareemaysaa inuu kula hadlahayo indhaha la iskala hadlaayo fiirada la iskala hadlaayo hebel maxaa kala wanta wuu ii jirxumeeyay aad leedahay sead ku garatan kuu jirxumeeya so juuqa muusan dheeri falka iyo qaabka ad ka garanaysa wuxuu yidhi taabici ardayo waxba dhinac ayay gacantayda qalalan ha eegiine habeenku xanuunka igu soo booday boodayey waxaaba la ihilmaansiiyey ducada inaan akhriyaba ee ducada waa sidaasaan aabbahay oga maqlay aabbahayna been ma sheegna maxamed been ma sheegina qaaduu dhindhaha taagay wuu qaatay rawahu abu daawud tirmidhi qaala xadiidun xasanun saxiix baabu maa yaquuluhu cinda annawm wuxuu baab yahay wuxuu odhan lahaa ruuxu markuu seexanayo soo kitaabu dacwad ma gaari karo باب ما يقول وحورا لا روح مسلم عند النوم مركو سيحانا قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض عر يدل أبورك ذو حاكجر واختلاف الليل والنهار اسويدارك هبين يمان اسويدار النيال لآيات على مدى واوين وقطس إله جريتان كسير رب النمت كسير مام كسير أمر كسير لأولي الألباب انت عقلك وصاحبك عقلك لقراتك الله سيي أي آياتها أركها يا معجزات كاس يا أدلة كونك الذين كووا أولي البابك يذكرون الله إلهي حس قياما وقعودا وعلى جنوبهم يقول نعوشيفا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الآيات هبين ودبن آيات سومريني إذن إلهي وحو أمانها يا مسلمين تا إلهي حسا حونا شيخ هذا أكين سيد محل شاهدك وعلى جنوبهم حلق الله تشيفه أما روحي حانون صنايا فلي تشيفك تكون أيوه وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه
كان سبحانه إذا أوام هذا أهيده تقو إلى فراش جوجشيسي قال كي رادوها بسمك اللهم أحيا وأموت بسمك مقع هذا وين يعني اللهم الله أحيا كن ورانا وكس وكعه وكس وكعه وأموت كل من هدان سوكع ويهدان قم أبا لبضو با اللي موتكو هردد وموت وي الموت صغرى بالنبي وكو مقع هذا صدرت با النبي محمد ضدك أهل الجنة هم صيحانا يعني نبي حول ما أهل الجنة ما صيحانا محايا لي هردو وحي كور قبطا هي جيري مدك الهردية أو بهذا هردد هو نوع من العجز شركة دالية وعنون حليس الله قلنا تيبا رتانا كان نصوت هذا جنة لقمة دالها وما الله سيمر قاما وما الله سيمر قام الله سيمر تبون مويني هردو الله أبهنا مرك رواه البخاري وعن علي رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة نبي قال حكوية علي يا فاطمة كويدي قال له إلي علي نبي علي حكوية ولفاطمة بنت محمد بنت محمد رضي الله تعالى عنهما إذا أويتما حديث قصة لا شيخ وصوب قاب صدي فاطمة بنت محمد قبل يربي إسكاه المكلة قور صدي علي هدي خدامة أو موسى كيرين قبل أدي عاوية على مهرين هو شو إسكات والإسكات وريرا مركا هو شو قرو ودم بي قوانيس هدي الله صور دامين بيلا دامين هدي راشين لطومي هدي الله كارين عروتي أجاسن كودي ريركي يهو شو دم باكو بلات دو قربو حلقو يري أباها مركي قالا چبتو محابيستن لغا سوى قوانا يي أدومهن ودك او قيبنا يي ما دوحك سوى قاعدة أدوم كو خدمة يو كو أديق أباها ما ويدزت واسكا يرحشوت واقي دنبا لوشا ولي أباها مانتا وحاو يمد وحو قيبنا يا أدوم قيبنا يي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي يقول هذا يسوي وي وي ذي ماشي لو شيء قبل كارك وي ذي نبي وح توحي قيبي لو كلا تجي ونبي يقول وحكاس مرضى ما يكون مدوانا بو شيء دونا يي وي ذي حكول حتى عايش شجور وتقت حتى هو يي أبان ربي أبان وارك وي فرين تيجي قرسي أضوما أتقيمين إيش هل أضوم وهو شجور جا وحقة قبته يعني كور لقى كيني بيتامين تايا ولا يقف في الله يان ربا أب إنه إيش فرين تيجي قرسي نبي مقصود المدي عايش وشيتي أو شكل هذا الشيء ما قبل إذا بعت مدها مساجة كنت لها بس نبي ما كبوك الشيء قولي فاطمة سوى هذا قصدي هو أيوة صح صح ذي ولي جم إنبو نبي قصوا قال أي سوى قرعي وكاسي تعينا في فريستان وكعان نبي كان رح فريست سكفر تشيفو سينو يقو تشيفو توضا فريستي والله الله نكنا وين أديرك ويلو سوكر صدي علي هذا نبي كم حشور أيوة ويلو سوكر صدي فاطمة ما قبل ديسي علي سوكري نبي قصو كوري أبو طالب بسيره كحيسو كرسو أدو لابد من أبو طالب هو ذكرنا هي ومع ذلك قوني بي صاحبه أي النبي محمد علي ولي أبي بسوا أي حاجة ما ملك إذا قصدي هو نبي حول إذا أويتما ما كذول المتان إلى فراشكم أقرب نبي وعرضة وحول أبو وحكى قصه هرمري الضمدي أنسي بوري أقومدي شهداء بدر وأحد شهداء أحد يا بدر أيان أغنتي يدك يا سبانو قيبي أضمدي أضو كبار يربات حوك لله حصي يا شيء الدنيا الرادين وحكا آخر بما نكون شيء غير محمد الشيخ النبي الله إذا أويتما إلى فراشكم قوشي نتضد المتان أو إذا أخذتما مضاجعكم أما أتشيبك نقالاتان ودنا عروك الإكتان فكبرا 33 صدني صدحت إلهي ويني الله أكبر الله أكبر رأى وصبح لبد النبى إلهي نزه حمان تكهف 33 صدني صدح قور وحمد إلهي كم هدية 33 وفي رواية التسبيح 34 رواية وحاكو يمد سبحان الله أفرتن صدني أفر كردك سيب بقولك بحسنته وفي رواية أخرى وحاكو يمد التكبير 34 إن تكبيرت صدني أفر لقردك وماشي التسبيح تيه رأي آهي وعيسكم مد كادون تكردك ولو يزديد ما هي متفق عليه حديث مركو حاكو شرا إن روح مسلم كا أو عالم كا منك أضيقا حرورتي سي أهل كي سوكو تربية يو أرن الدنيا مد آخر هذا إسقبتان إن أهل كا يو عشيرة يحكتا يحكا لا لدرينسيو إن آخر لو جايشت هوش عن فكر كي قدوش كو تاقن فاطمة بنابك باب بإن أيا إن تكول بهار تبع الدنيا ما هي لباتان إسكا صبر بالرباط قد من أبو واحد آخر لكن أبا حسن ورد إلى عسكر يتوحيد تاساكو أنفعيس
wuxuu leeyahay ruuxa muminka shida iyo mashaqo adduunka lagama waayo, dhibaato laga iska sabir dulqaado, aakhare laakiin wax dhigo. Riwaayada xadiidku wala wuxuu ahaa nabigu wuxuu yidhi intaasaa kaaga khayr badan Faadumoy, addoon lagu siiyo, addoon lagu siiyo tanaa kaaga khayr badan. Waagi dambe Ilaahay baa addoonma keenay fara badan. Intuu nabigu sidaa u canaantay gabadhiisii kuma daynine, waagi dambe addoon buu siiyey. Addoonu saxaabi kaa nabiga u keenay oo nabiga hadii loo siiyey ayuu siiyey. Hantidu guud waxba kama siinin, wax shaksiya nabiga isaga loo siiyey buu siiyey. Waa addoonka waagi dambe markuu nabigu u soo waday dabcan inay ka xijaabato ee u keenay, nabigu yidhi laa ba'sa calayki innamaa huwa abuuki wa gulaamuki. Waxa meesha socda dharkaada caadigaad guriga ku qabatid ku shaqaysato, tintaada hadday bannaan tahay iyo haddii adinkaada hoosu bannaan culays ma laha, aabbahaayo waxaan nahay iyo addoonkaadi. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه متكين هدو غوشيسه او دهلمدو فلينفض حجفو ها دبان دبو سو لما غرا غوش او صحك لما غرا نفضو متكا و فلينفض ها دبان دبا ام حجفو فراشه غوشيسي او كتغي بداخله ازاره معوشيسه ام مريسه حق غدهيده. Nabigu wuxuu leeyahay markaad goosha u timaado intaad kor ka qabato marada bafa ka siinine gacantu marada ka sokeyso, hoosta macwista ka qabato ku jaf. Haddii wax saaran yahay iyo suusan durba kugu saydhin gacanta oo bannaan usoogu dhici marada kaaga horeyso. Daakhilatul izaar waa markaad qamiis ka qabto, korkan korna waa daahirul izaar, daakhilul izaarna waa maxay, waa hoosta. Gacanta intaad macwista hoos ka geliso fiideeda ku jaf weeye. Saa ugu garaac maxalushaadkuna waa maxay, waa wiqaayo, waa taxadar. Haddaad intaan marada kor ka qabato aad saa tiraahdo halkan kugu dhufan karaa baalka, wixii dhan baa bannaan. Laakiin markaad hoos ka qabato maradii waxaa kaa horeynaysa, maradaa kaa horeyn gacanta way dambaynaysa. Falyanfud hajafa, ha dhabaan dhabo firaashow gogoshiisi, ha ku dhabaan dhabo bidaakhilati izaarihi laa bidaahirihi, macawistiisi guyisi gudihiisa ama qaybta hoose intuu hoos ka qabto. ولا واحد حكمة رباني أخو جتانا قرنين ولا واحد حكمة رباني هو حالة ووقاية طبية وهي ما حكمة رباني وهول إله ما جاي ورسولكم ما جاي ليه ما عويس توصي ذا كركي هذا اسكمد ويه ما اسكمد ما ما كان مرضى سيدنا أوقع بطاقي دي بقبال كان كان يزو دي أنا سلا رقمي كان ما يدي سلق سلق هذا فوق بطاقة كجرع هذا وضفوف كسيزو قعد هذا بناك تعالى مركز لكن حق كقبطه wad gudaha ka qabato saatiqa meelo saasoo u jafaysaa ma isfahan saasoo u jafi baalki marka afka kula soo laacay gacantaada aad kumahayo macnahaasu nabigu ku wada calayhi salaatu wasalaam nabeelow maxaa loo jafahayaa fa innahu laa yadri ruuxu ma ogo maa khalafa wuxuu soo dabamaray calayhi calal firaash wixii kaaga dambeeyey gogoshaada aday ka kacday waxaa tuulaa la joogo wariyin baalaan dhaladee dahabkee degantiina janna adduunka lakiin aad moodo ma ahayn. Waxaa la iska deganaa furaashi yar iyo tuulo halaq badan oo madiinana meel ka halaq badnayd ma jirto, aad buu halaq badnay. Uma yaquulu ha yidhaahdo bismaka rabbii wadactu jambii, markaad iska jaftay dhabaan dhowdo ed iska nadiifiso dhinaca dhulka dhig, waxaadna tidhaahdaa bismaka rabbii, ilaahu magacaada weyn baan wadactu ku dhigay jambi dhinacaya ku dhigay, wa bika arfacuhu magacaadana kusoo toosaya ku qaadaya dhinacay ku qaadahaya. In amsakta nafsi, ducada quruxda bal u firso, in amsakta nafsi nafsi dad qabatodan soo daynin oon saa ku dhintaba leway kaa dariiri kartaa imisa ruux seexday markii soo toosi waay soo noqon waayeyba. Allahu yatawaffa almusixiina mawta wey. In amsakta nafsi naftida haddaad allow qaado oodan soo celinin farxamha allow naxariis, wa fii riwaayati tirmidi faqfir laha dhib ma laha, naxariista iyo maqfiradu waa islaasimayaan, waa idlaaq, waa maxay allaazim waraat almalzuum ama waa cagsi. Ninkii loo dembi dhaafo waa loo naxariista, laakiin loo naxariistana waa loo dembi dhaafo. Wa in arsaltaha haddaad soo dayso ood ilaahu naftii usoo celisana, faxfadha ku ilaali naftayda bimaa taxfadu bii cibaadaka asaalixiin, addoommadaada suuban waxaad ku xifdid ku ilaaliso. Allow haddaan naftiga qaadana ii naxariiso wey,
هدان صوت وصون صون وضن الله إلالي دوروي محا دومنا ونكسن لغا دورا حماها لغا دورا خير كان الله فتشيا دين كذا الله إلالي فاحفظها الله نفت كل دورا وكل إلالي بما تحفظ به وحيات كل دوري جرتوك عبادك الصالح أضمر هذا الصوبان أضمرا معه وأضمر الصوبان وحل توفيقي إلهامي طاعي خيري ذكي بلغ دورا متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وحواصوا بنوها دو قوشي ستاقو يمشو سيحاني نفث في يديه قعمي سوكو أفوف الجري قعمي سوكو أفوف الجري نفث وحافوف الجري في يديه وقعبوا نبو أفوفية سوق الله وسأسوق قل لعيه وقرأ بالمعوذات وحونا أخري الجري معوذات كسورة الإخلاص هي فلق الناس أما فلق الناس كلي قلت ومسح بهما جسده سمارت بهما لا طنباك معوذات كازين لوجه معوذتين كبس اللوجه عفوا لبدا قعمود ومسح بهما لبدا قعمود حكم مسح مرمرين جري جسده وشركز مرمرين جري لطيفه كجر تماشى انا علمته شان اقول عل اعجاز النبوي كه الله وحيليه ماشي وحا وجيدا انك الصوت وودو ترتيب كيرين لكن ادي لبدا بيدبا قالين ابن قيم با كمده وحوله قليها السحارده يفلم فلو يوحاس وحا لو يقانا مركون تي وحا شيء اخريان بي طوفان تي وحا اخريان بلايد ودي طلاسم تودي عزائم تودي اخريان بي طوفان لكن سنده وحوي في الاذكار وحا هور من تفمد هور مرنيس تفمد هور مرن دعما انت صارت كتر هذا يا اخي اسكب اللابس تفمد يا اخي انت وحا هورين هي تفمد خلافا هي لطريقة السحرة والكهنة والمشعوذين معناها سلوت كذا الدليل بدل ما يرد لي شذين قرافة عتك الله وفي رواية لهما رواية البخاري مسلم وحاكوي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا أو هذا أورد إلى فراش جوجش كل ليلة هبين كستا جمع كفيه لو يسعب سكين الجري لو يسعب النبي وسأ سكين الجري ثم نفث فيهما وكتب في الجري وأفوف في الجري نفث جنوا نفط يدبيش يرتا إن عنوفت ودنوا يقيان كأودني هذو قيان وتطفل بالي هذا من كذا روح كتب في سادات النفس عن روف رئيسي قيان وتطفلي هذا النفس اللي هذا هو أفوف كلية سيد جيرك هو أفوفه مرك فرها إذا كل عناه يو سو جيرك متقنا برف بقوس يدينه فري من كذا عودن كل عني دي إبرك دقيا فقرأ فيهما بعد النفث انتو أفوف كذب ونبي كو أخري جري لبدأ قعمد قده هذا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس صدح هذا سكو أخري جري ثم يمسح وحمر مرين جري بهما لبدأ قعمد وكو أفوف في القرآن كان كو أخري ما استطاع وحو أعوذ قارسين جري من جسد شركي سكامدة يبدأ بهما لبدأ قعمد وحو كب الله بجري مصح عمرك مصح هاي على رأس وجهي سي يمدح نبي كب الله بجري وجهه صاب مرنا يا كدي مدح قارسيني وما أقبل من جسد شركي سقيبته هوري حبط كي لابت إلى يقيبتنا مرين جري يفعل ذلك ساسو يلي جري ثلاث مرات صدح جربك عرين جري صدح جربك طفا يا صدح الصورة ضد كركو اسمرنا هيا وحيات قاردورا ما أقبل وما أدبر كركو رمت قارسينيس بعض الفقهاء وحيليه صوتين كم بالغد وهيا يلوها ما دام القرآن ماشي أدخطف طي عورضة ماشي اللقاء الصحراء ماشي اللقاء كاتشوا اللقاء الليحان أدمها روح الديقانة قعمها اللمرين مهيداتي مهاجرة احترام للقرآن ما لها أقود درام وهي مرصدة وقعمها مرية ما هي لي ما يشان القرآن كميتش بركة القرآن بكتش القرآن كواد أخرية تك القرآن كواد أخرية هو التكي ما يشان محاكو هري بركة القرآن بركة يا أقو يا أقو باهي بدن ما لها هذا أقو باهي بدن هذا حوصل دقي ما هي أدي ما أنا ما يشان لقو سعوية وهي لقو نقاقا هي واد مرصنة إيسا سووا هذا انت ولد فانتين بنو ملي ولذلك يعدو هذا معاصين تسكو خلافين تحليش القران كان لغو اخري ما كان لغو قبيسن اما لغو وجه دقان هي روح لغو داوين ما شرط ما ميل بنان اون مسقول يوحى كدوين ان لغو شبه بيها اي مسوا حلو قبيسن كرام مسقوش عادقة حيد الله تاوش ايضا نفس القضية وي هذا حدا احترام للقران ما بنانو نحن نحن القرآن كوالا أخريه وأن الله أقبله ماشي وحي الله بركوه
barakadana waa lagu qabaysan karaa taxliisha musqulaha dhexdooda iyo saxamadaba, sida maa uu zamzam oo barakaysanba loo isticmaalo meel kasta loogu isticmaalo. Labadaa ra'yi baa jira. Ra'yigan dambe ee banaynaya Ibn Baz iyo Ibn Cuseyn baa way qabaan. أمكن يا قبام بشيخي أمكن يا قبام احترامك هو في عينه احترامك هو في عينه لكن طن أيضا اسم المرين تعال ما هي يعني لدين تعاليش أيضا بيزي متفق عليه بسمان الله من حديثك. قال أهل اللغة وحيدة هذه النفث ونفخ لطيف وأفوف فضط وخفيف وير بلا ريق عن روف يقيان من أودن. وعن البراء بن عدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول إذا أتيت مضجعك هذا تكتب ميشة سيحانة يسي بوسك تجيب سنة يسي فتوضأ ويسقى هذا حديثكم أن صوم مري حديثكم أن صوم مري حديثك سيديتان بأن صوم مري رواية الشيخ وكل الدوي فتوضأ وضوءك حق ما أنك صوم مري يا حسطان بموية رواية مركة تيه وركب الدلم بوكيانا والله بضب صحيحين كي كتران وأنا في عنتها وشاس فتوضأ ويسقى هذا بل ديبو فيري سوسيدا ما مش لفظي هو اسكل لفظي هو انه كلا بدلان يهلا المرايا او كلا بدلان يا يا بو يقبل الله يبقى كاس اذا هو حديث كده حديث هو حق سو غاوان بينه سو مر حدنا سو دير بوكين اذا اتيت مضجعك هذا تكتب غوشا تكتب فتوضا ويسقى وضوءك للصلاه وضوءا كوضوءك للصلاه ويسلى مدى ويسدي الثلاث ويس قد انجرتو كلي ثم انت كذب اضجع ساحو اضجع اسجح على شقك الايمن دنك هذا مدك اسيحو وقل وحاتر هذا مركز ساحه كذب اللهم اسلمت نفسي اليك اله النفط اذا دانك وديبي اضي مكان كوتاي ووجهت وجهي ووجهت ووجهت قصدي وي قصد كي يدي ذنا اليك حقا اسود جيدي وجهك وحال لو جد روح وح كدونيس يا الله وجهك لا قابله وح كربتي مش صوت الله عباره فول كلاسيا يا حبر كي وجهك والله سيا اله مركه وجهك يا قلبك يا نيتي اذان كو هيا وي عد كلكم هيا ووجهت وجهي اليك قصد كي مراد كان اذان كو سو جيديي وفوضت امري اليك تلد اذان كو بندقتي امورهي اذان كو ديبت الله والجات وان تيري ظهري دبر كي اليك الله اذان كو حسكن يا وي marka dib yimaado meel baa lagu teed lagu cararaa nin derbi ku gabado iyo nin tiir isku aadiyo iyo nin tol u cararaba ilaahu anuu meel kale uma muxiinsanahay way adaan kugu soo tirsaday alla wadaan ku cuskadaa loo jeeda ragbatan jacaylan khayrkaada iyo wanaag aan kaa jirinay darteed baa allow arrinkay kugu dhiibtay oo naftayda kugu dhiibay oon wajigay muraadka kuu qasdiga kuu soo aadiyay oon kuu muxiinsaday iyo warahabatan cabsi ilayka aan kaa cabsanay cadaabkaada رغبة إليك ورهبة منك ورام بين صمر لبدي متعلق من الله شيء من الله جوي اكتفاء رغبة إليك شعيل أن شعلة وناج إن حريستك أقطع الله ورهبة منك وين تميل مروية تمد عبسي أنك عبسي درت يد بانا صار وجالي لا ملجا من الله عرس هذا مجرت ولا من جاء منك مال أديك لك جبت بالك أنا مجرت إلا إليك هذا مبوي إله مال لما حين صدو أما لك قبت بعد عقاب تدي عذاب كذا واحد ماكتو متجروي أظن بعده وحنا كينا أظن بنا قال كره الله وده نسكو كديبي الدعاء ونكس آمنت وحن رمي بكتابك الذي أنزلت كتابك سود جس القرآن كان رمي أما وجنس الكتب ورنا أما وكتابك معهود كأي قرآن كأه وبالنبيك الذي أرسلت النبي قال صادرتين الله وان رمي فإن مت هذا دي ما توصي حبنا بكوي براء متى وحاكد من على الفطرة على الإسلام والتوحيد هذا سيدا ربي سودي بي معناها أنا فهن سن هذا تيك الله كادر يرتو إسلام ما تقول منش واجعلهن دعوة إن كدك بول سحاب ونقول الله لآخر ما تقول شيء قدم بيت ترى هذا كدك هؤلاء كذا كسر لما يسو مركا ورك لما يسو التلفون كأدم يسو إذا ذكرت كارتن صور لما يسو أي قدم بيسي وهنا حق قصوا مري ونقدر رزق وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا كثيرا أبو النبي قدر عليه الصلاة والسلام هذا دمته إسلام ما تقول دمت هذه هو كوبريو فإن أصبحت هذا هو بريستو إلهي نفت كوسو كو نبدي يالو أصبحت وقد أصبت خيرا كثيرا فهو كوبري هيا هذا خير بدن هلي رواية قاعد تقول وابني له بيت في الجنة
islaanimo ku dhimanaya ruuxaasi haduu dhinto guri janna waa loo dhisahayaa ducada keliya yaa guri jan lagu dhisahayaa fadli weyn marka laa hadii la xifdiyo si baan loo akhriyo waa la yaqaanaaye متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه برامك لبري الدعاء واسقي مرخل دين النبي قصحي أيدي ورسولك الذي أرسلت إلي مايا والقرن إنسان مس أبي وأنك لقصح برام هاي براي إنه هبان شعله أن صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نبي مقوده المدوجوشي سقط قال حورن جاء الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الله ما هو الذي أباه أطعمنا نقوديه وحن عنا نسيه وسقانا ورابي وحن عبنا نسيه وكفانا نغف الله ذي ودبا تبضان يبلا إله نغف الله ذي وآوانا نضمي أو نصود الميو ميلا كوه ينا نسيه هو يد الآن مشكلة وقرنا إذا إسلي حبينا قار كود حرت ميري سحنتي وايان يسي أوريغا هايان أوريغا بيوسوكو جرين مساجد قار كود حلق انت لغفر هاي مساجد قاركود وسجال سعى لفوري جري بيسو هاي انت لغا فور هاي ميلا سعى لما هاي هذا نيو البدارو يبنى يوم بار البست ورقانة فانتين بيلت ميلا عقد تدوي ومصيبه وآوانا نضمي هياد نسيا يميلا نكو هيا يعيد عن يوحن كو عيد قال له فكم بغانا ممن دول لا كافية له وحكو في الان هاي سنين احد كو في الان هاي سنين وقال له وياد قال له الهي اسكما هلين هياد إلهي أهل كيماء تل كيماء شياطين وي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم بإلا متى هي مسألته فكم بضانا لأنه تكثير كاكين ينسدال لي هذا وكفا كفاية دي إيو إواية دي أي تاي ديني أي دي عقد دي أي لغات ديبوه هذا تاينا إسيدا كان لما له ظاهر كالغو سعوده فكم بضانا آدم وحاكوب بضان ممن لا كافية له آدم وحاكوب بضان أحدا هيسنين أحد كفر الله هذا وبهذه سأضر يالا يبي له ذي سمنا وحققت ولا مؤوي له وحصود ما سود وين أنا هاي سنين بدنا لمن هو هذا هاي سنين عنتي الراشين كفلنا أنا هاي سنين أحد قارب يقعد أنا هاي سنين بدنا الله مرقة توحي وكين إذا أو أنت هذا هالشيء إن ذي له أمها النقض رواه مسلم ولا مؤوي وحد ما أنا هاي سنين سود وين هو هذا يو سيهيل يملو تجبا وعن حذيفة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد نبي وحو أمرك ودونه إنه السيح ذو وقامه كان إذا أراد مرك ودونه نبي وحو أن يرقد أن ينام إنه السيح ذو مرك ودونه وضع يده اليمنى كعانت سميدك بوديك جري تحت خده لمن كي سميدك يوهست وبركن جري كعانت يوبركن جري ثم يقول قليها تبدأ كهذا الإعجاز الطبي الإعجاز النبوي الطبي كهلا وحيليين وهذا السوق عليهم قعنت وحى النبي وربنا كأسرة إياه معاني بضم بكجرة عافمات روح بن آدم كا كورنتا كجرته ملو بوضع ثابتو كورنتا كاسو راعيس هذا قعنا هذا ثلاثة ربع كا كعاية معوسها قارك ودر كا كورنتو قضاء كورنتو ولاه ولا ركتي فرحان مركم ما دام أي برب ضن إياه نحاس إياه معادن إياه شرور ضم بقى صوم مرتي كورنتا دي لسه عتاشر كلوا قيبين إياه ninka inta badan gacanta barkada la yiri waaga dambala leemo kuma dhacdo ninka aan gacanta barkanin waxa halis u yahay sawan meel laba gaarin inuu faruu gargariiraa waxa ay korontada ku badatay farii jirkan looma qaybinin sadarteed waxay leeyahay wadaaduhu adibada hawlaha ku fiican gacmahaada had iyo goor waxa isku day inaad geedaha iskaga reebto korontada badan la socoto geedaha la qabta alwaxyada la qabsada birha iyo waxyaabaha la iska ilaaliyo عرضة هي جيت كعادة منصدة ريبية كورنتا ده شركة هذا كوب كبوح ده تلفون هم كورنتا تك قاعدة إنسان ثم تلفون أي نتيجة إنن إدمان تون وح ضبة إن راعية ضبة كأول بعفن تكون باب أكاد جاية كانسر بالله قاعدة هذا التلفون كي استعمال كي سبت سطان والليل النهار طاو هيسان واجد أم بدل يردين إنه هواين كوات قد القاعدة إنسان وقاعدة waad ka dhil deynaysan waa koronto way idin baabeenaysa hadaa fiirsanaysaa idin deynin iska gacanta ka daay halkan taa dhigtaan fiirsada wax ka fiirsanaysaan ee wanaaga baalkaad gacanta ku haysan koronto badan buu idin ku reebaya geedo badan iyo carro badan iyo caws badan nadiif aan ma helaysan bir iyo balaysa ugu wareegaysan idinku meel la gaarin
يلا أنا قي إيمان يسار استغفر الله. ثم يقول نبي حورج عليه الصلاة والسلام اللهم قيني عذابك مركو أنت النبي السماوي ونعم مدك أسيح ذوق عنت مدك بركضو عليه الصلاة والسلام حورنجري اللهم قيني عذابك إلى عذابك هذا إلاني عذابك هذا إيجار دور يوما ما لن تبعث عبادك أدومة أتصو صار يصير بنك قيام الأسكوك إيماني. وفي رواية تقول إياه يوم تجمع عبادك قيني عذابك يوم تجمع عبادك ما نك أقوم كذا سكين يسوع إلا سوء رورة هي ماشاء الله سوء إيماني الله هو يقول فعشرين هو عذاب كذا قد يري مسلمين تلو جدنا من حدوا وركي سوى اللوق هاي روى الترمذي وقال حديث حسن وروى أبو داود بحديث كورية من رواية حفصة يكورية هذا أنه حديث كوروحوها من رواية حذيفة لكن أبو داود من حديث حفصة بنت عمر يكورية وفيه حديث حفصة وحا كجرة أنه كان يقول دعاء النبي أورنجري ثلاث مرات صدح جركل علنجري والله سبحانه وتعالى أعلم.